المقرر النافذ أن يكون البرلمان القادم مسلحاً من رأسه لأخمص قدميه ليكون في خدمة دولة المهد المنتظر، وأن يكون تحالف ميليشيا بدر والعصائب والنجباء وكتائب حزب الله وسرايا الخراساني وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وفصائل أخرى قائده الأعلى، ومنه سيخرج رئيس وزراء العراق القادم. ويظهر أن هادي العامر الأقرب والأقوى والأقدر على حصاد الأغلبية من أصوات النواب المؤيدين والمباركين له رئاسته وعهده الأمين. من متابعة الشريط الطويل من الوقائع على الأرض يثبت بالوجه الشرعي المؤكد أن جميع معارك المصير الانتخابية العراقية هي معارك بين سفارات شقيقة وصديقة ومساجد وحسينيات ومصارف وشركات أجنبية كبرى وصغرى تدور على الأرض العراقية ويديرها نيابة عنها مرتزقون في غاية الإخلاص والوفاء لأولياء نعمهم. من الآن صار في الإمكان أن نتكهن بشكل البرلمان القادم ورجاله البارزين الذين سيلصقون على شاشات الفضائيات والصحف والمواقع 4 سنوات عجاف جديدة قد تكون أسوأ سنوات هذا الوطن الحزين.